كابتن رئيس الرياضة راجل كابتن كبير وقناح كان كويس وكان شايل الأهلي يعني جامد، وما تعوضش في النادي الأهلي بصراحة يعني. ياسر ريان دوت من الجيل الفن العظيم يعني، و ياما متعنا بجوانه ولياقته البدنية العالية، كان بياخد جنب اليمين دوت ما شاء الله عليه يعني. كان بشوفه على قناة الأهلي بيعرضوا له حاجات قديمة، والانتقادات اللي هو بيعملها أنا متخيلها لحد دلوقتي أحب أسمعها أوي والله أقسم بالله. الانتقادات اللي كان بيعملها الكابتن ياسر أنا ما انساهاش لحد دلوقتي في النادي الأهلي أقسم بالله، والحمد لله يعني كان أتمنى له يعني نجاح في التدريب ويقدر يعمل حاجات زي ما كان بيعملها في كلاعب. كابتن ناصر ريان ده أسطورة من أساطير النادي الأهلي، وأنا صغير كان حلم حياتي أو هو قدوتي إن أنا أبقى زي كابتن ناصر ريان. أنا بحب الكورة جدا وبلعب كورة، اخترت إن أنا أكون رقم 11 زي كابتن ناصر ريان. كابتن ناصر ريان ده كنت تشوفيه كده تحس ان الاهلي بخير. كابتن ياسر من احسن الاجنحه اللي هي مش من ابناء الاهلي، ود ولاء للنادي الاهلي دي امانه يعني. انا عارف ان كان النادي الاهلي ورد من المنصوره، من احسن نجاح، وكان لما جه الفتره دي كان يعتبر بديل يمكن لكابتن مختار مختار اللي كان في نفس المركز، فده أشد له كل يعني كل قدارة يعني. أكيد طبعا الكابتن ياسر ريان كان أحسن لاعب في الأهلي وفي مصر عامة يعني، في أنبياء أيامه كان أفضل لاعب في مصر. وكابتن ياسر ريان من اللعيبة الممتازة فترة التسعينيات، أدى بدور رائع ممتاز مع النادي الأهلي، وكان في فترة برضو فيها اللي أخذ بطولات مع النادي الأهلي. لا أنا ما شفت إزاي ياسر ريان وينج شمال ومحترم، لعيب محترم جدا ولعب خلوق ولعب لعيب بكلمة لعيب، ما جاش بعديه تاني في الاهلي خالص. راجل كويس وراجل محترم وادى للنادي كل مجهوده وتعب في النادي، ونادي الاهلي نادي كبير ونادي عظيم ونادي كويس، واي حد يحترم اللي هو يخش النادي زي كده. لا كابتن ياسر طبعا نجم كبير، نجم النادي الاهلي في التسعينات ما حدش يختلف عليه طبعا. والله كابتن ياسر ريان ده واحد من افضل الباكات الشمال اللي جت النادي الاهلي، هو حقيقي كان بيمتعنا يكفي ان هو كان بيجري اي الفرقه كلها بتجري وراه عشان تحصله، ما بيجريش يحصله. بتمنى النادي الاهلي يعرف يوصل لواحد زي ياسر ريان دلوقتي. هو بصراحه من احسن اللعيبه اللي جت في الوينج الشمال، هو اسطوره النادي الاهلي كابتن ياسر ريان.